أهلا بكم. شتم المالكي زعيم حزب الدعوة الصحابي عمرو بن العاص خلال كلمة ألقاها بمناسبة يوم الغدير، وقال المالكي إن منابر المسلمين ظلت تشتم الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه 70 سنة، وأن الصحابة والتابعين كانوا حينما ينتهون من صلاتهم يسلمون على بعضهم البعض عبر شتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفجرت كلمة المالكي الطائفية سخطا واسعا في صفوف أو عند الرأي العام العراقي، إذ قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن المالكي خرج بموجة جديدة من التصريحات الطائفية الطافحة بالأكاذيب، على حد وصف البيان طبعا، محاولا أي المالكي العبث بعقول العراقيين وأفهامهم حينما ألف بعض القصص ونسبها للتاريخ بهدف تأجيج مشاعر الناس وتحريضهم طائفيا، ومن ذلك تجاوزه بفظاظة وسوء أدب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا واتهامهم بما ليس فيهم. وأضافت الهيئة أن التعبئة الطائفية في حديث المالكي وصلت حد اختراع أحداث وتأليف مشاهد نسبها إلى حقبة من تاريخ الأمة الإسلامية التي وصفها بالسوء والضعف والتخاذل. استدعاء قوى العملية السياسية الطائفية الخطاب الطائفي في كل مرة في ضوء شتم المالكي للصحابة والتاريخ الإسلامي هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: إلى ما يهدف المالكي زعيم حزب الدعوة من موجة تصريحاته الطائفية الجديدة وتأليفه بعض القصص ونسبها للتاريخ؟ وهل تدرك القوى الطائفية ومنها المالكي في العملية السياسية أبعاد الخطر المحدق بالعراق من جراء بعثها وتصعيد الخطاب الطائفي كخطاب المالكي الأخير؟ ولماذا ما زالت القوى الطائفية متشبثة ومتمسكة بالخطاب الطائفي بعد فقده بريقه السابق وبات خطابا مقززا في نظر الرأي العام العراقي؟ وهل مشكلة العراق الحالية هي الخلافات الطائفية قبل 1400 عام أم الفساد والسرقات وفشل نظام الحكم المزمن؟ ومن الذي بيده إنهاء الطائفية في العراق وتوفيت فرصة استثمارها سياسيا وتفعيلها ومدها بأسباب جديدة للحياة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد المنعم الأعسم، فاروق يوسف. كان في الأمة قائد كالإمام علي عليه السلام، ولكن ما كان أسوأ من الأمة التي كانت مع الإمام علي، حتى أن مجرد رفع المصاحف من هذا الخبيث عمر بن العاص. الدخلاء على الواقع، الغرباء عن تاريخ الرعيل الأول من الفاتحين، لا تمر مناسبة إلا ويستثمرونها لنفث السموم الطائفية في جسد العراق المريض ليزيدوه وهنا على وهن ويغربوه عن تاريخه وإرثه الحضاري. نور المالكي ولا غرابة يعبر عن الوجه الحقيقي والعقلية الواضحة للعملية السياسية التي ابتلي بها العراقيون بعد عام 2003 بحديث موغل بالطائفية مستهدفا رموز الأمة ولا سيما الذين على أكتافهم فتحت البلاد مشارقها ومغاربها. وبينما التزمت المؤسسات الرسمية الصمت في عراق ديمقراطي يحتوي الجميع كما هو مفترض، يعزو مراقبون ما قاله المالكي إلى استثمار سياسي جديد قبل انتخاب مجالس المحافظات واستعادة الأضواء باعتباره الأكثر طائفية، وهذه ميزة بالنسبة للمنظومة التي صنعت الطائفية في العراق وقسمت المجتمع العراقي بشهادة بهاء الأعرج القيادي البارز في العملية السياسية. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يملأ المالكي خطابه بالطائفية، إذ سبق له وبأسلوب التحريض على القتل أن استدعى التاريخ مسقطا حوادثه على الواقع تزويرا وتحريضا. إذن أنصار يزيد وأنصار الحسين مرة أخرى وعلى طول الخط يصطدمون في مواجهة شرسة عنيدة. الفشل السياسي والصخب الشعبي ضد منظومة الفساد جعلت زعماء الكتل والأحزاب يحاولون من جديد الاستثمار بورقة الطائفية عن طريق اختراع الأكاذيب وطرح قضايا تاريخية ملفقة والخروج بنظريات تنم عن جهل مركب.
وليس ذلك حكرا على المالكي، وإنما يستثمر في هذا الملف غيره من الذين فشلوا سياسيا. مقتدى الصدر مثال على ذلك، الذي يعبث بتفسير القرآن الكريم ويشاغب حول تأويلاته، وكل ذلك نابع من حقيقة بات يدركها جميع العراقيون، أن هذه الأحزاب تغذي وجودها بالنفس الطائفي، وتعرف أنها ستتلاشى فيما لو تمكن العراقيون من بناء منظومة وطنية عادلة. وما جرأ زعماء الكتل والأحزاب على النيل من رموز الأمة بدرجة فجة هو إصرار النظام العربي على التعامل معهم واعتبارهم ممثلين للعراق وليس أدوات مشروع إيراني تخريبي ينفث بالحقد والطائفية على حاضر الأمة وتاريخها. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في إصرار قوى العملية السياسية على استحضار واستدعاء الخطاب الطائفي في كل مرة، خاصة بعد أفول هذا الخطاب في ضوء خطاب المالكي طبعا الطائفي ومهاجمته التاريخ الإسلامي وعدد من الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وسيكون معنا الأستاذ عبد المنعم الأعسم الكاتب والباحث السياسي، وأيضا الكاتب الصحفي الأستاذ فاروق يوسف كلاهما عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. دكتور المالكي الحقيقة أطلق موجة من التصريحات الطائفية، هاجم التاريخ الإسلامي، هاجم الصحابة، الحقيقة بيان لهيئة علماء المسلمين قال إنه قد ألف مشاهد وأحداث وقصص فبركها ألفها ونسبها إلى التاريخ. ما الذي يريده المالكي من تصعيد بعث إنعاش الخطاب الطائفي بعد انحساره وانزوائه وأفوله؟ هذا خطاب قديم، خطاب تالف قد يكون نافعا في السنين الأولى بعد الاحتلال، الآن هذا خطاب أو بضاعة كاسدة لا مشترون لها. أولا نحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. بداية يعني أي صاحب بضاعة أو صاحب دكان لنقول مثل ما نتحدث عن الأحزاب هذه كدكاكين، نعم، يعرض أجمل ما عنده من بضاعة لكي يجذب المشترين، لكي يجذب الزبائن. هؤلاء هذه السلطة من عام 2003 لحد الآن، ما الذي لديهم لكي يعرضونه ويقنعوا به المواطن؟ ليس لديهم ما يعرضونه الحقيقة، ليس لديهم إنجاز معين يعرضونه لكي يجذبوا المواطن، لكي يلموا الصفوف خلفهم، ليس لديهم إلا بضاعة الطائفية هذه. وهذه البضاعة رغم يعني حضرتك أشرت لها كاسدة، لا تحتاج إلى يعني مهما حاولوا لا يمكن إحيائها بالطريقة التي يريدونها مثل ما كانت عليها في عام 2003 و4 و5 مثل ما أججوا الطائفية. لكن مع ذلك كنت أتساءل مع نفسي والكثير يتساءلون، يعني لماذا بلد يتحول إلى عند كل هذه الثروات الهائلة يتحول إلى بلد أشبه ببلد أمي، بلد جاهل؟ يعني عدد الأميين في العراق يتحول العراق إلى 9 ملايين أمي، يعني غريبة في بلد هذه موازناته، هذه قدراته المالية، وإذا به يدفع باتجاه الجهل والتجهيل والأمية. نعم. والتجهيل. نعم. لماذا؟ وبالتالي الإجابة واضحة في أحاديث المالكي وأحاديث غيره من هذه العصابة التي تحكم العراق، لأنهم يريدون هذا الشعب أن يكون جاهلاً لكي يصدق كل هذه القصص التي يتعاملون بها، لأن العاقل المتعلم صاحب رؤية، صاحب قدرة على التمييز بين الباطل والحق، صاحب قدرة على التتبع والرؤية الصحيحة والقناعة بهذا الشيء أو غير أو عكس ذلك. هناك معلومات يجب أن تقنعه بها، هناك واقعية يجب أن تطرح لكي يتعامل معها. الجاهل قد لا يتعامل مع هذه، وهم يريدون هذا، لذلك بيئة مناسبة لهذا، بيئة مناسبة هذه الحقيقة. لذلك عندما يتحدث تحدث بالدين وتحدث بالسياسة وتحدث بالتاريخ، بالتاريخ هو جاهل في التاريخ، لا يتكلم بالتاريخ بمنطق
عقلاني ورؤية صحيحة وكل الأحداث مفبركة لا لها وجود في التاريخ وليس لها دليل ولا سند في التاريخ. يعني أما الكتب التي يشير إليها ربما البعض أو يتحدثون عنها كتب لا تساوي شيئا. الحقيقة هذا التاريخ ليس قصص، ليس حكايات تحكى على المواقد يعني بعد منتصف الليل. هذا ليس تاريخ. التاريخ قيمة علمية ثقافية، قدرات، إمكانيات وقوى ومقومات للنهوض بالمستقبل، ودروس من الماضي يمكن استلهامها في الحاضر والمستقبل. هكذا هو التاريخ، ويتحدث به أهله والمختصون. نعم، لا يتحدث به أي واحد جاهل بهذه الطريقة ويحاول إقناع، فهو يحدث. نعم. يحدث مجموعة واسعة من الجهلة من الناس الأميين، يحاول إقناعهم ويزيدون مساحة الأمية والتجهيل بهذه الطريقة. وهذه جزء من ما يسمى علم الاجتماع الثقافي، وهذا واحد من العلوم الجديدة الآن تدرس في علم الاجتماع. الاجتماع الثقافي حقيقة زيادة ثقافة المجتمع بهذا التجهيل، وصولا إلى اللعب بأساسيات المجتمع، بقدرات المجتمع على التماسك، لأن هذه القضايا تضرب تماسك المجتمع، تضرب قيمه، قدراته، فهمه، وبالتالي تثير طائفية، تثير نزعات أخرى، تثير عداوات، وأنت تلعب في عقول وأفهام الناس. نعم، وتجعل الناس أمام بعضهم مثل القنابل الموقوتة، وهذا غاية واضحة جدا. أشكرك، هذه نقطة مهمة. نعم. نحيلها إلى ضيفنا في لندن الأستاذ عبد المنعم الأعسن. مساء الخير. مساء الورد يا مرحبا. الأستاذ عبد المنعم، إذا كان هذا الخطاب الآن خطابا مزدرا مرفوضا منبوذا، هذا الخطاب الطائفي اجتماعيا أقصد طبعا، لا مصغين له أو لا مصغون له، أيهما أصح لست أدري، المالكي لمن وجه هذا الخطاب إذا كان هذا الخطاب مقزز ومزدرا ومرفوض ومنبوذ، لمن وجهه؟ نعم، إذا استعجلنا، أولا مرحبا وأهلا وسهلا، وتحياتي لضيفك، لضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الرافدين. أقول بوجيز الكلام، إذا استعجلنا الجواب على هذا السؤال المفصلي والمحوري، فيمكن القول أن المالكي يوجهه إلى مجموعة أو إلى وسط أو إلى أتباع يشعر أنه بحاجة لهم هذه اللحظات وهو يقترب من انتخاب مجالس المحافظات. إذن استخدم الطائفية واستخدم المذهب واستخدم الديانة والعبادة، استخدمها من أجل تحويلها إلى وسيلة تعبئة انتخابية تصويتية. هذا الجواب المباشر. في التحليل لابد من أن يعني نلاحظ أن المالكي يحاول الهروب من المأزق السياسي إلى المأزق التاريخي. التاريخ يعني الذي هو حقيقة ملتبس وفيه الكثير من يعني الأسئلة والمراجعات والطعون، دون أن يحتسب إلى أن العودة إلى هذا الملف من شأنه أن يسمم الجو ويخلق مقدمات لحرب، لربما لحرب أهلية أو لكراهية أهلية بين المجتمع الواحد. فعن أي تجربة يتحدث المالكي ويوظفها في هذه الظروف؟ هذه التجربة نفسها أدت إلى مذابح طويلة على مدى قرون وقرون، أدت إلى انهيار أمم وإمبراطوريات، أدت إلى أنهار من الدماء. فلا يمكن أن إعادة إنتاج هذا التاريخ بمفردات حتى يستخدمها في هذا الوقت. أضف إلى ذلك كله أن المنطقة والدين والمجتمعات الحاضرة تعيش مراحل حساسة، فالحديث عن مؤامرة، عن أي مؤامرة يتحدث المالكي؟
أنا أستغرب أن يتحدث أنه بوصفه هو ضحية للمؤامرة، أو أن أتباعه ضحايا للمؤامرة، في حين أنه هو نفسه قد مارس المؤامرة ضد أقرب المقربين له في حزبه، وانقلب عليهم وتآمر عليهم وتآمر على حياته. هذه هي الخلفية التي ينبغي أن نلاحظ من خلالها خطاب المالكي المليء بالحقيقة، المليء بالشحن الكراهية، ويعني يعني الاستغفال بالعقل. أي مراهنة على أن المالكي يمكن أن يعود إلى العقل في هذا الخطاب؟ في الحقيقة أن جميع المحللين الموضوعيين والعقلانيين لابد أنهم يسقطوا مراهنتهم على أن المالكي سيعود إلى الطريق الصحيح وطريق المشاركة، يعني النظر في بروح المشاركة للمكونات الاجتماعية العراقية. أستاذ فاروق، مساء الخير أولا. مساء الخير، أهلا وسهلا. الحقيقة المالكي ليس بدعا من المنظومة الموجودة في العملية السياسية، في عملية التشبث أو التمسك أو الهوس والولع بالخطاب الطائفي. القوى الطائفية والميليشيات متمسكة بالخطاب الطائفي، وفي كل مرة تطلق خطابا أو موجة خطاب طائفي بمناسبة أو بدون مناسبة. على الرغم من فقد هذا الخطاب بريقه السابق وبات خطابا مقززا، الحقيقة لم يعد مقبولا، لم يعد مركبا صالحا لتسويق أطراف سياسية للمجتمع العراقي. ربما هذا كان صحيحا في السنين الأولى للاحتلال، الآن ما عاد هذا الظهر متاحا لهم، لكن هناك تمسك. هذا غباء سياسي، هذا استخفاف كما تحدث ضيفنا من لندن، أم ماذا؟ بالحقيقة أخ ماجد، أنا من سمعت الخطاب المالكي ضحكت كثيرا. ولم يستفزني هذا الخطاب على الإطلاق، لأنه المالكي بدأ رجل غير سياسي، رجل ساذج أبله، وقد أقول أنه معتوه ومنفصل عن الواقع. الخطاب تضمن مرويات، حكايات، لا أولا لا علاقة لها بالدين. يعني هو المفروض أي جانب مستفز من خطاب المالكي ينبغي أن يوضح لأتباعه أن ما قاله ليس له علاقة بالدين على الإطلاق، هي مرويات تاريخية قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ. الرجال مروا بالتاريخ العربي الإسلامي، أخطأوا وأصابوا، والحديث عن أخطائهم ومواقع الصواب في أفعالهم وفي حياتهم هو حديث تاريخي، يعني لا يستحق الكثير من الاهتمام. أما لماذا يقع دائما قصة الاستفزاز الطائفي، لماذا يقع الاختيار دائما على المالكي؟ لماذا لم نسمع هذا الحديث من مثلا العامري أو الحكيم أو حتى الصدر؟ الصدر أقل بكثير من هذا الخطاب الطائفي. هو الحقيقة مو طائفي، هو الحقيقة خطاب ساذج، خطاب تافه، يعني لا يستحق كثيرا من الاهتمام. يعني لماذا يقع الاختيار على المالكي؟ لأنه الأسوأ من بينهم أولا، وثانيا المالكي يعتبر الآن عراب الوضع السياسي في العراق الآن، وهو كان يعرض دائما نفسه كعراب للعملية السياسية بعد أن سيطر على الدولة 8 سنوات وأنفق حوالي تريليون دولار بطريقة مجانية. هو اعتبر نفسه، أو هو زعيم أيضا سيد المقاومة، أيضا زعيم المقاومين، فاعتبر هو الآن مسؤول عما يحدث في العراق. لما انسحب المقاومة الحالية التي ترفع لواءها الميليشيات، مقاومة الميليشيات حتى لا يصير خلط، لما انسحب مقتدى الصدر
من العملية السياسية، سلمها للميليشيات وسلمها لجناح لتحالف نور المالكي. الآن العراق يمر بأزمات خطيرة جداً لا يغطيها الكذب والوعود والكلام اللي يبدو بريء من قبل السوداني رئيس الوزراء. يعني العراق يعني من أزمة الدولار، هو العراق البنك المركزي مدخل بالدولار، ومع ذلك العراق في أزمة، عنده أزمة دولار، إلى أزمة المياه. العراق الآن الناس تعبر نهر دجلة مشيا، وبعد وقت قليل سيصبح نهر دجلة، يا دجلة الخير، ذكرى، مجرد يعني نوع، كما نتحدث عن بغداد العباسية وبغداد هذا، هناك نهر دجلة كان. فهذه الأزمات يريد أن يغطيها خبث مالكي كبير، وهو يعرف يعني متى خليني يعني وياك استاذ فارس، يعني هل يعتقد المالكي او اي من مسوقي الخطاب الطائفي عندما يستدعى هذه الاحداث التاريخيه الصحيحه وغير الصحيحه وتقديمها مره ثانيه ان هذا سينسي الناس مشاكلهم الكبرى، معاناتهم، فقرهم، جوعهم، هل سينسيهم؟ يعتقد طوال 20 سنة العراقيين للأسف أذلوا نفسهم عن طريق هذه الطقوس والتقاليد المذهبية، أذلوا نفسهم ورخصوا نفسهم ووضعوا هذا اللطم وهذا قبل الخبز. وللأسف هذا السلوك طمع المالكي وغيره بهم، ولذلك هو يعتقد أن هذا الخطاب سيصل وسيفعل مفعوله. أما أنه لمن يوجهه، هو يعرف لمن يوجهه، يعني لا تزال حتى هذه اللحظة حشود من البشر، ملايين من البشر مستعدة تروح مشي للحسين. هو يعرف لمن يوجهه، ويعرف أن كما قال الدكتور الفلاحي أن نسبة الجهل ارتفعت مع ارتفاع نسبة الفقر، ارتفع كل شيء سيء في العراق. لذلك هو يعرف لمن يوجهه، ويعرف أن هذا الخطاب التافه الذي لا علاقة له بالدين سيشحن كما يعتقد هو طرفي الصراع. هو يعتقد دائما أن هناك مثل ما ورد في التقرير جماعة يزيد وجماعة الحسين، فما يندرى احنا من يا جماعة، يعني هو يعتقد ان هذا الجماعتين اللي وياه هو واضح، اللي وياه هو جماعة الحسين، واللي مو وياه جماعة يزيد، واضحة. احنا منين ما يندرى. نعم. اي، ولذلك هو يعتقد أن هذه الجماعتين مستعدتان للصدام في أي لحظة. ولذلك هو كما يعني يمهد لهذا هو صانع أزمات، الرجل صانع أزمات وخبير بالأزمات، والأزمات الكبرى التي تعرض لها العراق هي من صنع نور المالكي. فهو الذي نور المالكي هو الذي منع قيام دولة عراقية، دمر أسس وعناصر إمكانية أن تكون هناك دولة من أجل أن يبني دولته، وهو الذي حطم الجيش العراقي. لذلك مثلا قبل فترة بسيطة جدا، تعليقا على شحة المياه في العراق، قال أحد أركان، ما نسيت اسمه، أحد أركان التحالف المالكي، أن لو أن العراق ليس جيش لما جرأت تركيا على القيام بذلك. المالكي صنع أزمات كبرى للعراق، لذلك هو يعتقد حتى هذه اللحظة أنه على قدرة على أن يصنع أزمات تلهي الناس عن الأزمات الكبرى. أشكرك.
أستأذن منك ومن ضيفينا الآخرين ومن المشاهدين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار تبحث فيه إصرار قوى العملية السياسية على استحضار الخطاب الطائفي في كل مناسبة. بعد الفاصل نعود بقوة. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث في استدعاء قوى العملية السياسية الطائفية والميليشيات للخطاب الطائفي كل مرة في ضوء حديث المالكي وشتمه للتاريخ الإسلامي والصحابة. ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد المنعم الأعسم فاروق يوسف. دكتور رافع، هذه القوى التي المتشبثة بالخطاب الطائفي في كل مرة تستدعي تستحضر تنعش تصعد بعد أن يضعف ينحسر، تدرك هذا الخطر أو أبعاد هذا الخطر المحدق بالعراقي والمجتمع من هذا الخطاب، وقد جرب هذا الخطاب خلال 20 عام وأودى يعني بحياة الملايين من الناس، سفك الكثير من الدماء، شرد وغيرها من الانتهاكات التي جرت، أم أن هذه القوى الحقيقة هي تريد لهذا الخطر أن يحدق بالعراق، يحيط بالعراق، هذا هو المطلوب؟ أستاذ ماجد، هو هذا فعلا هو هذا المطلوب، لأن هو هذا جزء من الفوضى، والفوضى مطلوبة بالعراق، وهذه جزء من بقائهم في السلطة أن تبقى الفوضى قائمة في كل الاتجاهات، مجتمعيا سياسيا اقتصاديا على كل الأصعدة، أمنيا بكل الاتجاهات فوضى قائمة، والبقاء لهم سيبقى مضمونا، هذا تفكيرهم بهذا الشكل. إضافة إلى هذا هم يعني دكتور العفو، بيئة الجهل والتجهيل وبيئة موازية، بيئة الفوضى وصنع الأزمات، بيئة مناسبة للاستمرار بالضبط والتشبث بمقالة بالضبط هذا الموجود، لأنه ما عندهم منجز يقدمونه، هم ليس لديهم منجز، هم لم يأتوا لتقديم شيء للمواطن العراقي، لم يأتوا ليقدموا شيء لهذا البلد العراق، بالعكس العراق الآن، وهذه من القضايا الغريبة العجيبة، أن كل بلدان الدنيا كل شعوب الدنيا تتطلع إلى الأمام، الوحيد الشعب العراقي الذي يتطلع إلى الخلف، الحقيقة يتأسى على ماضيه مهما كان في ماضيه من سيئات، لكن يتأسى عليه، أوصل العراقي لهذا المستوى. كل بلدان الدنيا كل شعوب الدنيا لديها حاضر مزدهر ولديها مستقبل تطمح له وتنظر إليه بعين واثقة، إلا في العراق. العراق الآن يعني يترحم على ماضيه مهما كان الماضي، هو أفضل من الحاضر، هذه كارثة كبيرة جدا. هم الحقيقة وصلوا إلى مرحلة قضية الطائفية والاتكاء عليها، هذه ليست عبثا، يعني الحقيقة لم يأتي المالكي الآن في خطابه هذا منفردا عن الآخرين والآخرين في صمت، يعني وكأنه حالة غريبة، لا، بدأت هذه، أنت لو تلاحظ ولو تقيس وتتابع الفترة القريبة الماضية، بدأ هذا الخطاب يتصاعد عند أكثر من شخصية من هذه الشخصيات العملية السياسية وهذه الأحزاب وهذه القوى، هذه التي الدكاكين، هذه خطاب وكأن هناك توجيه معين من جهة معينة أن يبدأ هذا الخطاب يتصاعد مع اقتراب ما يسمونه بانتخابات مجالس المحافظات، ليس لديهم إلا الطائفية يتكئون عليها، هم يعني يراهنون على الجهل، الجهلة والأميين لكي يصدقوا خطابهم هذا ويندفعوا بالاتجاه، وقد فعلوا ذلك مرات ومرات، وفي نفس الوقت هم ينظرون إلى الآخرين بنظرة ازدراء ونظرة فيها دونية للآخرين. وسأعطيك مثالا بسيطا، عندما يظهر
أحد قادة ما يسموه بالإطار التنسيقي، واحد من شخصياتهم، ويتحدث عن قضية الكهرباء، يتحدث عن قضية الكهرباء كمثال، هذا الاستخفاف بالمواطن وعقل المواطن، يقول مشكلة الكهرباء في العراق السبب فيها المواطن الكسيف، جناب المواطن الكسيف، لاحظ التعبير، جناب المواطن الكسيف. لماذا؟ يقول لأنه هذا جناب المواطن الكسيف العراقي يشغل 5 مكيفات ويشغل السخان، وهو على حد تعبيره بين هلالين قلوبات كثيرة يشغل. إذا ما افترضنا أنه هذا المواطن اللي قاعد بالعشوائيات، اللي ما عنده بيت، اللي ما عنده كهرباء، اللي ما عنده خبز يومه، لدينا كسيف الحال، كسيف الحال فعلا، لدينا 13 مليون تحت خط الفقر يأكلون من المزابل. لو فرضنا أنه هذا المواطن اللي تحت خط الفقر ويأكل من المزابل لديه 5 مكيفات يشغلهم، طيب درجة الحرارة 60 درجة الحرارة، ليش يشغل السخان؟ ما يقول لنا هذا بعقل، يعني العقل الناقص هذا، مثل المالكي من يتحدث عن الأشتر اللي راح وما أعرف شنو دزوا عليه المسافة، يعني أي عاقل تأتي المسافة بين الكوفة والشام تحتاج في ذلك الوقت أسابيع لكي تصل إليها، شنو دز عليه، شنو رجع له، هذا الكلام كلام مو منطقي، حتى بالحسابات البسيطة الرياضية البسيطة، حتى بحسابات الزمن لا يمكن قبولها، لا يمكن التصديق بها، ورجع ولقى السيوف مرفوعة، هذا كلام عيب معيب، هذا ليس تاريخ، وصفه تافها ضيفنا من لندن. نعم مهما كان تافها، لكن لديه قاعدة، لديه ناس يستمعون إليه، والمصيبة هؤلاء الذين يستمعون إليه يصبحون بغير اتجاه، وفعلوا هذا. ألم يقف الخزعلي وقال نذهب إلى الموصل لنقاتل يعني من قتلوا الإمام علي؟ أحفاد قتلت الحسين، قتلت الحسين، هل أهل الموصل من قتلوا الحسين؟ نعم. كلام هذا الحقيقة هم اعتمدوا عليه، لا ليس لديهم بالنتيجة، ليس لديهم إلا الطائفية تكون عليها في حياتهم لكي يثيروا ويبقوا على هذه الكراسي. نعم. سال عبد المنعم المعسم الأحسم عفوا، هذا الخطاب الملاحظ أنه درج ويدرج على ألسنة الأوساط السياسية من القوى السياسية، أحزاب، تيارات، ميليشيات فقط، هذا خطاب لا يسمع في الأوساط الثقافية، لا يسمع في الأوساط الاجتماعية، لا يسمع في الأوساط العلمية، في الأوساط الأكاديمية، فقط تلوكه يعني ألسنة الأوساط السياسية منذ 20 عاما. أليس هذا أمرا غريبا؟ فقط الجماعة السياسيين يتحدثون به. نعم أنا أتفق مع هذه الملاحظة، ولابد من أن أنقل انطباعات الكثير من زملائي الإعلاميين والعاملين في المجال الثقافي، استهزاؤهم لحيال خطاب المالكي. ولفت نظري أحد الأخوان بأن المالكي حتى أخطأ في لفظ الأسماء، وفي أخطأ في التواريخ، أخطأ في السياقات، في الرواية التاريخية. مثلا سمى عمرو بن العاص، اللي هو قال عنه عمر بن العاص، وهذا معيب على واحد بمنصب رئيس وزراء، ورئيس وزراء رئيس دولة. يعني اسمح لي على المقاطعة، ثمة من يقول أن المالكي لم يخطئ بل قصدها ليضرب عصفورين بحجر ليشتم عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب. لا أعتقد أنه هو في مجالسه الآن، يسمعني الكثير من الزملاء، في مجالسه هو يتحدث بهذه اللغة الهابطة، اللغة الروائية التي تفتقر يعني للثقافة والإتقان والحصانة والرصانة، وهو يعني يتحدث بشكل، هذه كلهم يعني هي نوع من يعني الطائفية، هي تعبر عن نفسها هكذا، هو التمظهر السياسي للطائفية، التمظهر الانحطاط الخطاب الطائفي، إذ يظهر بكل يعني بكل عيوبه، بكل تفاهاته، بكل سقوطه. ولهذا السبب فأنا أعتقد أن الوسط الثقافي والوسط الإعلامي لا يعبأ بهذا الخطاب،
ويتعامل معه بما يليق به من أنه خطاب تافه ولا يستحق التعليق. ولهذا يعني أنا شخصيا ترددت في أن أعلق على خطاب المالكي هذا، وهو لا يصنف إلا باعتباره يعني خطابا تافها وطائفيا مقيتا في ظرف يستطيع هو أن يستخدم أي لغة عدا هذه اللغة اللي استخدمها. المشروع المالكي هو فشل في أن يحقق شيء كما تحدث الأستاذ الفلاحي، فشلوا في تحقيق شيء للمجتمع العراقي، فشلوا في تحقيق الوعود، فشلوا في تحقيق العدالة، فشلوا في تحقيق الأمن، ولهذا يهربون إلى المنطق الطائفي، إلى المشروع الطائفي، ويدغدغوا مشاعر الطبقات المتدنية، الطبقات غير الواعية. وأنا شخصيا يعني لربما أصحح بعض الشيء بكلمة الأستاذ فاروق يوسف بأن هذه الملايين التي تمشي الآن، هناك ردة في الوسط، في هذا الوسط، في الوسط الشيعي حيال مشروع المالكي، وكلنا تابعنا التظاهرات وكلنا تابعنا الهتافات. والآن مأزق المالكي هو علاقته بالوسط الشيعي، الوسط الملايين التي تظهر إلى الشوارع وهي تهتف ضد مشروع الإطار التنسيقي، دعوة ضد إيران، ضد الميليشيات أحرقت مقراتهم، ضد الميليشيات. نعم، الحقيقة هناك رفض وهناك نبذ لهذا المشروع ولرموزه ولتياراته. هذا هو ولهذا هو يلجأ إلى الخطاب الطائفي حتى يعمل عملية تدوير للشعارات من الاحتيال على الجمهور من أجل كسب وده باعتباره راعي هذه الطائفة، وهو المتآمر على هذه الطائفة، وهو الخطاب الذي يعود بالوبال على هذه الطائفة، لأنه زجها في معارك لا مصلحة لها فيها، وهي معارك الكراهية الوطنية. أستاذ فاروق، هناك من يقول أن النظام السياسي بعد عام 2003 القائم والمؤسس والمرتكز على الطائفية الحقيقة يعني سجل له نجاح في تطبيع الطائفية ثقافيا واجتماعيا، وهذا ربما الرأي كان دقيقا وصائبا في السنين الأولى للاحتلال، لكن الحقيقة هناك استفاقة، هناك يقظة من هذا التخدير في السنين الأخيرة. الوضع الآن مختلف، هذا التطبيع انتهى، ربما له رواسب بقايا، أما التطبيع الذي كان بعد 2004-2005 وإلى سنين عديدة لم يعد موجودا بالكامل الآن، دقيق هذا الرأي؟ النظام السياسي بالعراق هو صناعة أمريكية. نعم. طبعا كما تعرفون. نعم. برعاية إيرانية، كل اللي الحكومات التي حكمت في العراق منذ 2005 إلى حد السوداني هي نتيجة تسوية أمريكية إيرانية. المالكي الوحيد من زعماء ما يسمى بقوسين للأسف المكون الشيعي هو الذي ينال ثقتي الطرفين، ثقة أمريكا وثقة إيران. هذا النظام يجب أن يبقى بالتسوية الأمريكية، بالتفاهمات الأمريكية الإيرانية، هذا النظام يجب أن يبقى بأي طريقة من الطرق. الطريقة الوحيدة للتخلص من هذا النظام هو اللي حدث كما توقعنا سابقا، اللي حدث ب 2019، انتفاضة شعبية، وتستمر انتفاضة شعبية واحدة وثانية وثالثة إلى أن يسقط النظام. كان النظام على وشك السقوط 2019، وأنقذ من خلال أمريكا، من خلال الولايات المتحدة، ومن خلال رجلهم الكاظمي الذي هو ليس ابن الأحزاب الشيعية ولكنه هو ابن النظام وابن المشروع الأمريكي بالعراق. هذا النظام سيبقى 20 سنة،
إذا لم يسقط بهذه الطريقة، إذا لم تتم إزاحته بهذه الطريقة اللي كثيرين يخافون منها لأنه بها دماء، لكن العراق سيدفع ثمنا لصمت الشعب العراقي، سيدفع ثمنا لصمته ولاستكانته ولخضوعه أكبر بكثير مما يدفعه مما هو متوقع من الدماء. يعني فأنا أعتقد ويعتقد كثيرون مثلي أن هذا النظام لا يمكن إزاحته إلا عن طريق الإرادة الشعبية. تمام، هذه نقطة بس خلي أستاذ فاروق خلي أجلها. هذه الأحزاب نجحت في صبغ المجتمع اجتماعيا وثقافيا بالطائفية إلى حد كبير. الآن الوضع هناك من يقول الوضع الآن مختلف، الآن يبدو أن المجتمع قد تطهر من أدران الطائفية والأوساط الثقافية، القضية ما زالت مقتصرة أو محصورة على الأوساط السياسية والميليشيات وزعماء الحساب الطائفية. دقيق هذا الكلام؟ لا، الرهان علي ما أدري، أنا من النوع اللي يعني لا يمكنني أن أراهن على آراء مثقفين، هذا آراء مثقفين بالحقيقة، والعراقيين ينطون آراء غير ما يفعلون، هاي ما مشكلة كبيرة جدا. أنا أعتقد أنه هم استطاعوا أن يطبعوا الطائفية، ينتقلون بها من الجانب السياسي إلى الجانب الاجتماعي إلى الجانب سامحني اليوم خلينا أقاطعك أيضا. الحقيقة هناك من يدلل على هذا التحلل، على تمزيق هذا الرداء الطائفي، أن ما جرى في الانتخابات الأخيرة البرلمانية نسبة المشاركة عبارة عن 15 أو 10% الأحزاب الطائفية في الحد في الدرك الأدنى من الأصوات. هاي الإرادة الشعبية اللي تحدثت فيها. نعم. هي هاي الإرادة الشعبية، غيرها لا. يعني هم لحد الآن قادرين على عندهم نسب عالية، ممكن يعني ممكن يعتمدون عليها بحرب أهلية إذا شاء، وإن كنت يعني متأكد أنهم لا يميلون إلى هذه القصة لأنه هذه ستسقط النظام كاملا. لكن لحد هاي اللحظة أنه هم نجحوا حتى بتطبيع الفقر. شوف أكو مسألة خطيرة ومهم ولازم ننتبه لها، أنه المعممين عادة يعتمدون في خطابهم على تطبيع الفقر من أجل أنه الحسنات والكذا، يعني الخطاب الديني. نعم. المعهود هم نجحوا بتمرير هذا الخطاب، يعني تطبيع الفقر، تطبيع المرض، تطبيع الجهل، يعني اشتغلوا عليه شغل خطاب تخديري ممتاز. وسبوا وأيضا هم صنعوا دولة تشبههم، هاي الدولة الهشة، الدولة الورقية اللي هي مو دولة بالحقيقة، حتى مو دولة فاشلة، تشبههم إلى حد كبير. يعني أنت سألت إنه أو ما أعرف أحد الضيوف قال، لا أنت سألت إنه هناك مؤسسات وهناك جامعات وهناك أساتذة، بالحقيقة هذه كلها تسميات. أنا أشك أن هناك بحث علمي بالعراق، أشك أن هناك كليات فنون بالعراق حقيقية. نعم. أشك أن كلية الآداب، أشك حتى أن الدكتورة غير كنا اتهموا أنهم يأخذوها مزورة من بيروت، أنا أعتقد أن التزوير بدأ في بغداد، فالمسميات لا تعني شيء. نعم. يعني أنت من تقول هذا مدير عام، هذا وزير، لا يعني شيء. نعم. يعني الشيء واضح. نفسه دائما، هذا قصدي، هم زوروا الدولة. واضح. يعني الآن أنت أمام دولة مزورة ومزورة. دكتور أي. أشكرك أستاذ فاروق. هناك دكتور من يقول أنه فعلا المجتمع العراقي الآن في معظمه في غالبيته يمقت الطائفية، يزدريها، يرفضها ويكره الطائفيين، ولكن الحقيقة ليس بيده أدوات التغيير. لا يمكن أن ينهي الطائفية، الطائفيون لديهم أدوات كثيرة. عندما المجتمع يمقت الطائفية ويرفضها، هل يكون قد أدى ما عليه من أمانة ومسؤولية، أم أن عليه خطوة أخرى بإسقاط الطائفيين؟ أستاذ ماجد تحدث بهذه الطريقة بشكل سريع. نعم. حتى في الأنظمة الديمقراطية، نعم، أنظمة عندما تكون ديمقراطية، دعنا من العراق، هذه الديمقراطية الكذبة. نعم. لكن أنا أتحدث عن دول وأنظمة فيها ديمقراطية في أوروبا وفي العالم،
حتى في هذه الأنظمة عندما الشعب يختار حكومة معينة وحزب معين ويألف وزارة معينة وحكومة معينة، الشعب ينتظر الإنجاز، الشرعية لهذه الحكومة مهما كانت الديمقراطية، مهما كانت صناديق الاقتراع حقيقية وبقياساتها وقياسات طبيعية ومنطقية وعادلة وحقيقية، لكن الشعب يبقى كل الذين صوتوا لهذا الحزب وانتخبوه يبقون ينتظرون الإنجاز، لأن الشرعية للإنجاز. ما الذي ينجزه؟ إن لم ينجزه لذلك لاحظ كثيرين ينقلبون عليهم، لذلك هذا الحزب صوت له يتوقع المصوتون أنه سيقدم لهم إنجازا. نعم، إن لم يقدم الإنجاز لا يمتلك الشرعية، لذلك يتظاهرون عليه في الشارع ويسقطوه وتكون انتخابات مبكرة كثير في كثير من الدول. في العراق هذه الأحزاب، هذه التركيبة في العملية السياسية قدمت الفكر الطائفي ببشاعة وقتل ودماء يعني نهر ثالث ودجلة والفرات كان نهر الدم يسيل بسبب الطائفية. الحقيقة هذا نهر الدم اللي سال به الطائفية لم يبني شيئاً. يعني هذه الأحزاب التي قالت جئنا من أجل المظلومية، من أجل مظلومية الشيعة، هكذا تحدثوا، ما الذي فعلوه للشيعة؟ يعني ما انظر إلى مدن الشيعة الآن، أسوأ مدن في الدنيا، إذا هي بغداد مدينة من أسوأ مدن الدنيا، فكيف بالمدن الأخرى؟ مدن يعني لا تسمى مدن حقيقة، والبعيدة. نعم، لا تسمى مدن حقيقة. إضافة إلى سبل الحياة معدومة، التعليم معدوم، الخدمات معدومة، البطالة في أعلى مستوياتها، نحن البلد الرابع في آخر إحصائية لمنظمة العمل الدولية، العراق البلد الرابع في قائمة الدول الأكثر بطالة في العالم، بلد الرابع، نيجيريا ومعرف منه ودول تعبانة، والعراق الدولة الرابعة، نسب عالية جدا جدا، نسبة عالية، فلدينا بطالة. هذا نهر الدم لم يؤسس لبناء مثل ما قالوا لهم، لبناء في هذه المدن التي جاءوا من أجلها، لهذه الحاضنة التي تحدثوا عنها. وبالتالي هذه الحاضنة في عام 2019 ثارت ضدهم. يعني هو من اللي قام بثورة ثورة تشرين؟ غالبيتهم من الشيعة، من شباب الشيعة التي كانوا يعولون عليهم أنهم قنابل موقوتة من الطائفية، وبالتالي يخرجون عابرين للطائفية وينادون بإسقاط الطائفية وإسقاط النظام. إذن ما يبحث عنه الشعب هو الإنجاز، شرعية الإنجاز. فبالتالي هذه شرعية الإنجاز التي لن تتحقق أبداً، لأن هؤلاء الذين جاءوا برنامجهم والمشروع الذي جاءوا به ليس فيه بناء للعراق، فيه تدمير للعراق، تفليش كما قال المشهداني. نعم، تفسيخ العراق وتفسيخه بالشكل الواضح. فبالتالي هم يريدون شيئا يوازي العالم، ينظرون الآن عبر الشاشات واللي سافر من عندهم، ينظرون الناس تعيش على شوارع نظيفة وفي بيوت نظيفة وفي جو نظيف وبيئة نظيفة وأعمال متوفرة وأماكن لطيفة وجميلة ومدارس تعيش بها أطفالهم ودراسة جيدة ومستشفيات يتطببوا فيها، هذه كلها غير متوفر. هذا الذي يجعل الشعب يتحرك بعيدا عن الطائفية وبعيدا عن كل فكر، لأن الطائفية دم الطائفية، هذا نهر الدم. خلينا هذه النقطة نحيلها، لن يبني شيئا. أشكرك لضيفنا بالدقائق الأخيرة أستاذ عبد المنعم. أستاذ عبد المنعم، يبدو المجتمع الآن صم أذنيه عن سماع الخطاب الطائفي، كره الخطاب الطائفي، ازدرى الخطاب الطائفي، لم يعد يقبل من الطائفيين خطابا طائفيا. هل هذه خطوة كافية أم مطلوب خطوة أخرى لإسقاط الطائفيين، إسقاط الطائفية بيده، أم أنه سينتظر أيضا قوة خارجية لإسقاط الطائفية كما أسقطت الدكتاتورية؟ لا، أنا أعتقد أن مسؤولية إطفاء الطائفية في الحياة العراقية مسؤولية المجتمع كله، وبخاصة النخب المتنورة والمثقفة والواعية، منظمات المجتمع المدني، الهيئات المدنية، العشائر عابرة الطائفية، المؤسسات عابرة الطائفية، الفكر عابر الطائفية، كل هذه حزمة من العناوين هي مسؤولة عن العمل الحثيث لبناء مصد ضد الفتنة الطائفية اللي تنحصر يوما بعد يوم في حدود ضيقة جدا بسياسيين منبوذين في الحقيقة، سياسيين نبذهم الشعب، سياسيين فرصهم في المستقبل محدودة جدا
وحسنا تمت الإشارة إلى انتخابات 2019 حيث قاطع الانتخابات 18 مليون من حملة بطاقات التصويت، وهذا له دلالة كبيرة بأن هؤلاء معزولون ولهذا هم يهربون من العزلة إلى إثارة الفتنة الطائفية واستخدامها في ظروف النزاع المحلي. شكرا، أعتذر لضيق الوقت أستاذ عبد المنعم الأعسم. أشكرك أيضا الكاتب والباحث السياسي، وأشكر أيضا ضيفنا من لندن الكاتب الصحفي الأستاذ فاروق يوسف وكان معنا عبر سكايب من لندن. أشكر ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي. أشكركم مشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.